اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا مسجد الدرع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مسجد الدرع، المكان الذي لبس فيه الدرع رسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة غزوة أحد. اجتمعوا في هذا المكان، قال عليه الصلاة والسلام: من كان جاهزا للحرب فليذهب إلى أطمة بني حارثة. فاجتمع الجيش كلهم أجمعين في هذا المكان، وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مشوا إلى أحد. وفي هذا المكان لبس الدرع صلى الله عليه وسلم، وهذا الحي اسمه حي الدرع نسبة لهذا المكان. فصار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتوا يصلوا في هذا المكان. فجاء سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبنى مسجد في هذا المكان، سمى مسجد الدرع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أصوركم ولا ما أصوركم؟ ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذول أخواننا من أهل موريتان، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا إلى المدينة المنورة يختفون أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتمسون البركة في هذا المكان. أجاب الله دعاءنا ودعاهم، وجعلنا الله وإياهم من البارين المبرورين، وإياكم أيها السامعين، ورفعنا الله وإياكم إلى درجة المحسنين بكرمه ورحمته وفضله. والدينا ووالد والدينا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا جميعا إلى يوم الدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.